أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز رمي بقايا الطعام في القمامة حيث إني لا أجد من يأخذه ولا يمكن لي الذهاب به إلى البهائم؟ الطعام الذي يؤكل ما يلقى في القمائم لا يجوز، لكن يوضع في مكان طاهر، يوضع في مكان طاهر أو يجمع في كيس، إذا يبس يجمع في كيس ويوضع في مكان طاهر يعطى الحيوانات والطيور، أما أنه يلقى في القاذورات وهو طعام وينتفع به لا يجوز هذا. نعم.